هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تأثير انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على الوضع في العراق. لفتت تصريحات الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه، ومنها عدم استعداد إيران للتنازل عن نفوذها الإقليمي وخاصة في العراق الذي يعد المجال الحيوي لها، لفتت أنباه الكثير من المهتمين بالشأن في الشرق الأوسط. فقد صدرت عن رئيسي تصريحات رسمت بعض مراحل المستقبل القريب من الأيام حيال سياسة إيران تجاه العراق، فقد تعهد بالسير على نهج الثورة معتبراً أن فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية هي رسالة شعبية بضرورة حماية قيم الثورة، مؤكداً أن القضايا الإقليمية التي تتبناها بلاده غير قابلة للتفاوض. وقال رئيسي إن نتيجة الانتخابات هي المضي على درب قاسم سليماني، فأوحت هذه العبارة وغيرها باستمرار سياسة التدخل في العراق التي بناها الحرس الثوري المرتبط بمرشد النظام الإيراني صاحب الكلمة الفصل في السياسة الخارجية. وأكد الرئيس الجديد أنه لن يقدم تنازلات فيما يخص السياسات الإيرانية في المنطقة. يرى المتابعون للشأن العراقي أن الانتخابات الإيرانية لم تلقى اهتماما واسعا في الأوساط العراقية، نظرا للاعتقاد السائد بأن النتيجة محسومة بعد هندسة طريقة المشاركة للمتنافسين، والاعتقاد الكثيرين من العراقيين أن السياسة الإيرانية المتعلقة بالعراق منوطة بفيلق القدس أكثر من وجه الدولة في إيران والتي يمثلها رئيس الجمهورية. إلا أن هناك قراءة مغايرة نسبيا ترى أن المنطقة ككل ومنها العراق ربما ستشهد استقرارا نسبيا أفضل من ناحية التدخلات الإيرانية وضبط إيقاعها. وإذا كان هناك عقلاء داخل العملية السياسية فمن المعتقد أنه ستتوفر لهم فرصة أفضل للتركيز على مطالب الداخل العراقي وما مطالب العراقيين العاديين لا مطالب إيران ولا أمريكا ولا غيرهما، وأن المنطقة مقبلة على تفاهمات ستكون في صالح العراق، لكنها لن تمنح العراقيين ما يطمحون إليه، ولكن ربما لن تتعقد الأوضاع وتصبح أسوأ من ذلك. وتتمثل المخاوف في العراق من تأثير فوز رئيسي على عدة ملفات أبرزها الميليشيات المسلحة والدعم المعنوي والمادي الذي تحصل عليه من إيران ومدى التغير الذي قد يحصل بعد فوز رئيسي. وأجمع القول إن هناك رؤيتان متعارضتان تتنافسان في العراق، الأولى تريد للعراق أن يكون جزءا من الجمهورية الإسلامية، أما الثانية فهي وطنية تريد أن تجعل منه دولة مستقرة تتمتع باستقلال قراراتها.